تعالوا نروح نشوف لقاء مع سيف الدين بهارة لاعب الوداد ونرجع لكم مرة تانية. في مصر باقي الشوط الثاني ان شاء الله في المغرب وان شاء الله نسجلوا الهدف ان شاء الله ونفوزوا بالتشامبيونز ليغ المره الثانيه على التوالي. الجمهور ديالنا راه كنعرفوه من ديما ماشي اول مره، ديما كيساند الفريق لا في المغرب لا خارج المغرب. كنتمنى ان شاء الله نساعدوه في مباراه الاياب وان شاء الله نبداو في التشامبيونز ليغ. ان شاء الله ما تبخلوش علينا وان شاء الله بالتشجيعات ديالكم ان شاء الله غادي يكون الخير ان شاء الله.